أذكر مثال آخر، قد يكون التخصيص بالصفة، مثلا القتل الخطأ بعد الشر يوني الغوايض في الطوموبيل، قتل خطأ أكسيدون يحوزي في نغاف ذا شو ذا مش يسقال القتلاقي يسكو قتل عمدي نو قتل خطأ يسميس هما يوني الغوايض ذا شو ذا الشرعة شو دينا ذيكس إلا قد يظن شهرين متتابعين موري زميري ساعتي فرث النظام ذا شو النظام الذي يخدم هذه السفغ الدية إلا قد السفغ الدية ولكن ودي غير الآية الدية أن تدوس الآية سورة سورة النساء الآية 92 غريت كان قتل المؤمن الخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ماشي رقبة كان إلا تخصيص إيه ماشي أي رقبة خاطئ رقبة مؤمنة ويجي قنص التخصيص بالصفة التخصيص بالصفة إلى باش شي يسمح ربي إلى تحرر رقبة مؤمنة أم ذا إلى إسكلاب أسيد حرضي وذمر ربي قديلي تحرر رقبة مؤمنة سنغضيون في دريثيد طبعا بدوس في ديضارة ربي خلقا كمل فتحرير رقبة مؤمنة أثناء الآية 92 أيوة إذا غتفكر الدية يعني إي مولان والدية أشحال ماشي 100,000 20 مليون 100 مليون نفقدين تفغيض خاطي ماشي تفغيض خاطي سيقصد قضية يون غوايض إنك نستقصى دينا ديون فكاين تفغيض شو فكاين تفغيض دية محددة كمل فدية طبعا ماشي 20 مليون ماشي 100 ماشي مليار ماشي كمل ذس وروح ماشي 20 مليار ماشي ماشي هذا الموضوع باش نهضر في الاسا باش كان نزر باللي الدية ياكيت ساعة غزال وماشي القيمة من الروح لو كان في كذا كاين مليار من الدونيس الروح لا ثمن لها ولكن نذكر هذا للاعتبار لأخذ الحذر واتخاذ الأسباب كمل ودية مسلمة إلى أهله أتفكري مولا إلا أن يصدقوا وقد كان ربي سبحانه يسوسع إما سمحت الحمد لله سمحت عادي إلا أن يصدقوا يا مولا نديك كمل إلى آخره يعني كنت شنو تفسير الآية تعجب هذا هو الله ربي سبحانه